أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إن اليوم على شاشتكم المفضلة الصحة والجمال. معاكم ندى أحمد زين. موضوع حلقتنا النهاردة الثانوية العامة. موضوع حلقتنا النهاردة التحديات والفرص في الثانوية العامة. هل الثانوية العامة هي نهاية الطريق؟ هل تحدد مصير الطالب للأبد؟ كلنا عارفين أنه أصعب مرحلة بتواجه الطالب هي الثانوية العامة. في البداية كلنا نعرف أهمية الثانوية العامة وتأثيرها الكبير على مستقبل الطلاب. نتائج المرحلة دي بتفتح أبواب ومجالات تعليمية أو مهنية كتير، لكن الضغط المصاحب للنتائج دي هو اللي بيخلي الطلبة بيعيشوا في حالة توتر دائم. هل النجاح في الثانوية العامة هل هو اللي هيحدد مستقبل الطالب بالكامل؟ الحقيقة لا، النجاح الأكاديمي مهم لكن مش هو العامل الوحيد اللي بيحدد نجاح الشخص في حياته العملية. خلونا نبدأ بمناقشة المشاكل اللي بتواجه الطلاب في الثانوية العامة. أول مشكلة هي طريقة المذاكرة. الطالب بيركز قوي على طريقة المذاكرة إنه يحفظ المنهج، وده مش صحيح. الطالب لما بيلاقي المنهج كبير عليه بيركز قوي على الحفظ، لكن إحنا المفروض نركز قوي إن إحنا نحفظ، لأن الامتحان بيطلب طريقة الفهم. طيب إزاي الطالب يفهم؟ لازم نعرف كلنا إن الفهم عملية عقلية عضلية ليها تمارين، زي مثل اننا نقرأ قصة ونحكيها بطريقتنا ونفهم ايه سبب كل حدث القصة دي. كمان في تمارين تاني وهو ماذا لو، نعيش بقى ونقول ماذا لو حدث او ماذا لو حصل كده. فرضيا نفاضل نبني عليها استنتاجات وغيرها التمارين. المشكلة التانية هي ضغوط الاهل، ودي مشكلة كبيرة جدا. كتير من الأهل عندهم توقعات عالية من أولادهم، وده سبب كبير نفسي كبير. الأهل بيفكروا أنهم بيحفزوا أولادهم، في الحقيقة الضغط ده بيزيد من توتر الطالب وبيقلل من قدرة التركيز. كمان عندنا المقارنة بين الآخرين رفقا بشكل مستمر، توصل إحساس للطالب بعدم الثقة وتحصيله على الدرجات العالية. نيجي بقى للتأثيرات النفسية. في الثانوية العامة بيتعرضوا لضغوط نفسية كبيرة نتيجة التوتر من الامتحانات ومن توقعات المجتمع والقلق والإرهاق، ممكن كمان يكونوا نتيجة مباشرة ضغوط الثانوية العامة. طبعا ده كله بيأثر على الصحة النفسية للطالب وبيضعف من أدائه. طيب نتعامل ازاي مع الضغوط دي؟ أول حاجة لازم ننظم الوقت بشكل صحيح. الطالب محتاج ان يحدد اوقات للمذاكره واوقات للراحه. مهم جدا يكون في توازن بين الدراسه والراحه النفسيه. كمان لازم الطالب يتعلم انه يطلب المساعده لما يحس بتوتر، سواء من الاهل او الاصدقاء او حتى متخصصين في الدعم النفسي. عندنا كمان تنظيم الوقت. وقت النوم ضروري جدا في فتره الامتحان للابتعاد عن السهر والنوم المتاخر. أخيرا التوازن بين الدراسة والراحة النفسية هو المفتاح لتجاوز المراحل الثانوية العامة بنجاح. الطالب لازم يعرف أن مستقبله مش مرتبط بنتيجة امتحان واحد، وأنه دايما في فرص جديدة ومجالات مختلفة ممكن يبدع فيها. زي ايه مثلا؟ لما ربنا يغير مصيرك ويغير الهدف اللي انت حاطه قدامك، ده مش نتيجتك هنا مش معنى ان هي انهاء العالم ولا انهاء مستقبلك، بل بالعكس دي طريقة جديدة ومستقبل وبداية جديدة. أنا هو ما كنتش حاطة هدفي قدامي، أنه كنتش حاطة قدامي إعلام، بس ربنا كتب لي إعلام وغير مصير اللي أنا كنت حاطة قدامي. فلعل الله يغير من أجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك. أهو قدامكم بقدم حلقة على الهوى وأنا لسه في سنة أولى، وفعلا هنا الخير فيما كتب الله لنا. ودايما خلينا نفتكر ان المستقبل مش بيتحدد بنتيجة واحدة، وان الاهم هو الصحة النفسية والاستمرارية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة قريبا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.